النشا بتاعه الطبيعي جدا. وبعدين حطيت الكريمه اللي انا عاوزاها وقلبتها وسبتها تغلي غلو، واضفت السكر والمكسرات وجوز الهند والفانيليا ورشه قرفه بسيطه للي يحب. بعد كده قلبتهم مع بعض وبدات احطهم في طواجن صغيره، مكعب زبده صغنن حته او قطعه قشطه على الوش، وحطيت على وش الطواجن كده وهبدا ادخله الفرن علشان ياخد اللون الحلو بتاعنا. ينفع بالزبده وينفع بالقشطه البلدي لو موجوده، انسب حاجه معاه هي القشطه البلدي واجملهم. واحلى حاجه تعملوا بيها رز معمر حادق. فعلا في ناس لسه احد المصورين دلوقتي الجمال اللي معانا بيقول لي ان احنا بناكل الرز المعمر الحلو دايما، نادرا ما بناكله حادق، ده يعني صعب. على الرغم سبحان الله في ناس تانية ثقافتها ان الرز المعمر الحادق هو اللي بيتاكل اكتر من الحلو، بس عايزه اقول لكم الاثنين حلوين. وخلينا كده نجرب نعمل في الفرن رز معمر في الفرن حلو، ان شاء الله تستمتعوا بيه. الفرن عندي 180 وعندي الشوايه شغاله على خفيف، خليني احطه كده ونبدأ بقى ياخد اللون كده ويلون جميل، بنشوفه كتير جدا في محلات الحلواني محطوط في التلاجات، نغطيه بعد ما يطلع ويهدى ويبرد بستريتش ونحطه في التلاجة، طبعا بعد ما يهدى عشان ما نبوظش التلاجة، ويبدأ على صينية شيك كده ويتاخد بيبقى ساقع جميل جدا جدا. تعالوا بقى نقول دلوقتي مقادير الرز معمر الحادق. اللي عايز يعمله باللحمه طبعا انا يعني هو في الاخر ذوقيات، يعني اللي الناس اللي بتحب ذوقها انه تاكله باللحمه او بالحمام او بالكبد والكلاوي او بالبط او اي نوع انتوا عاوزينه. تعالوا نقول المقادير عندنا للرز المعمر الحادق. طبعا عندي لحمه مكعبات اي نوع انتوا تحبوه، نوع اللحمه بيبقى مثلا وش فخده، انتركات، اي حاجه من الحتت الحلوه، مكعبات جميله كده. وعندي 4 كوبايات من الرز، وينفع اقل من كده على حسب الطاجن اللي هنعمله. يعني لو هعمل طاجن كبير هاخد 2 كوباية رز لـ3 عاملاهم، خليهم 3 يا اولاد متوسط، 4 ده كتير قوي. وعندنا 6 كوبايات من اللبن، حوالي 1.5 لتر، ان اللتر بيعمل 4 كوبايات من مج الشاي الشفاف العادي. عندي معلقه كبيره من السكر، ومعلقه من الملح، وعلى حسب برضو درجه الملوحه اللي انتوا عاوزينها. بهارات لحمه، جوزة الطيب ورشه من القرفه، ومرق. المرق ده مهم برضو جدا. هنرجع بقى دلوقتي نعمل ايه، ناخد البان دي نحطها هنا ونبدا كده ايه، ندي نقطه زيت مع حته زبده ونشوح فيها الحاجه. ممكن نحط سمنه بلدي طبعا لو موجود، ده احلى واحلى بكتير، صح يا روان؟ او ما احنا هنحط بقى، هنقول لهم المفاجاه دلوقتي. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم على حاجه خاصه بموضوع الرز نفسه، يا ريت اللي عنده قشطه بلدي يستغلها. كل ما تجيبوا لبن شيلوا وش القشطه، احتفظوا بيه فعلا في الفريزر، هنعمل منه زبده وهنعمل منه اكلات زي دي، ونعمل منه طواجن ام علي وطواجن رز معمر وحاجات رائعه لا تتخيلوها. القشطه البلدي من الحاجات الجميله جدا، حطوها في الفريزر بس وجمعوها وبعدين نبدا نشتغل بيها. انا هحط هنا معايا في الرز ده شويه زبادي، مش هضيف ملح كتير، يعني هحط كده اضافه من عندي الزبادي مع القشطه البلدي، وهوريكم طعم الرز هيبقى عامل ازاي. بس اهم حاجه في الرز المعمر لازم نغسل الرز وننقعه. فهو انا بصراحه بما انه نظيفه زي الفل فانا هنقعه، لانه مهم جدا نقع الرز في المرحله دي. ليه بقى؟ لانه بيطرى شويه وبيخلي حبات الرز تبدا تلين معايا، فانا مش عايزه حاجه اكتر من كده. خليني اخد بقى معلقه السمنه الحلوه دي واخد كده المع بس الايه السباتشيلا دي، وبعدين ناخد كده حته سمنه حلوه، لان انا بصراحه بحب السمن البلدي مع الحاجات الاكلات بتاعتنا الجميله دي. وهاخد كده اللحمه، طبعا احنا لازم نضيف بصل، اللي عايز يضيف بصل يضيف. بصوا، وهبدا احط اللحمه تاخد صدمه. اوكي حلوه كده، وهحط على اللحمه دي، لازم اسويها على الاقل نص تسويه، رشه ملح وفلفل، مش هحط كتير لان هضيف مرق. وعندي رشه قرفه والبهارات، وطبعا الرز هعمل فيه نفس الفكره بس هقول لكم ازاي. وادي مكعب مرق، هقلب
تقليبة. اللي عايز يضيف طبعا البصل بيليق معاه جدا، بس انا المره دي الحقيقه عاملاه يعني لمشاركه معانا وصديقه لينا قالت انا مش بحب البصل خالص في اي حاجه، فممكن بس اعرف التكنيك من غير البصل، فاحنا الحقيقه عملناه. بس طبعا البصل المفترض تتحط في الوقت ده. وبعدين ببدا اضيف مع اللحمه دي، بصوا شويه ميه، لان حاطه مرق ميه سخنه بتغلي، ما ينفعش احط ميه ساقعه. شوفوا انا حطيت، تبدا بقى ايه تاخد غلوه كده جميله مع الصوص بتاع اللحمه اللي اتحمر تحت ده. بصوا يبدا كده ايه يتشرب بقى، واللحمه ترجع تشرب الايه العصاره بتاعتها الحلوه دي، وتبدا تستوي فيها وهدي النار. معانا تطبيقات ننزلها عقبال ما انا اقفل في الرز واوريكم هنعمل فيه ايه. وادي مكعب مرق تاني عشان نبقى ظابطين الملح على كميه الايه الرز. تعالوا بقى كده ايه ناخد هنا الرز، هاخد بوله كده حلوه. بسم الله. الرز معانا نور الحياه. الله الله يا نور، عامله محوجه يا حبيبتي، تسلم ايديكي وعينيكي. وعامله كمان الله المعمر الجميل، انت شكلك شايفانه يا نور والله. وعامله زيتون مخلل يجنن اخضر، تسلم ايدك بقرون الفلفل والخلطه الجميله دي، تسلم ايديكي. وعامله زبيب، الله اكبر عليكي حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله. والبرجر يا سيدي يا سيدي، تسلم ايدك يا نور. ولاء محمد، حواوشي اسكندراني، تسلم ايدك يا ولاء. وعامله ممبار، وعامله طاجن عكاوي، انا بحب الطواجن العكاوي دي جدا. وعامله ورقه رحمه تجنن، تسلم ايديك والله تحفه. ومحمد عمرو عامل لحمه محمره، تسلم ايدك يا محمد. وهشام كاشا عامل تورته عيد ميلاد، تسلم ايده يا رب. وناير سالم عامله طاجن جمبري وصبيت، تسلم ايديك تسلم ايديك. وسحر الشامي عامله كفته كوسه، سهر سهر اسم الجميل يا سهر، تسلم ايديكي على كفته الكوسه، تسلم ايديكوا وعينيكوا بجد. بصوا بقى اقول لكم، انا سايبه اللحمه اهي بتاخد وتدي، انا هسيبها كده لما توصل ل 60 70% سوا بنفس الطريقه، وازودها تاني واظبط لحد ما تبقى تمام. هاخد بقى هنا الرز اللي اتنقع واخد وقته شويه. وبعدين انا باخد معايا شويه من الزبادي، ما حطيتش لسه لا ملح ولا فلفل عليه، هبدا بالزبادي الاول. وطبعا القشطه البلدي تحل في الوقت ده، انا حاطه شويه ميه معلش من الرز لانه هيشربهم دلوقتي، انا قصدي اسيبهم فيه. خلينا كده ناخد بقى القشطه اهو، شايفين الجمال. انا بقى لو عندكم قشطه بلدي لا اعملوه بالشوكه بقى في القشطه البلدي مع رشه ملح وفلفل، وسيبوه بقى في جنب شويه، سيبوه كده ربع ساعه ثلث ساعه. عايز اقول لكم الزبادي ده كمان هيخليه رائع، انا مش عايزه اضيف له ملح، حط له بس رشه فلفل خفيفه. وادي معلقه سكر احطها مع اللحمه لان انا عايزاها تاخد التيست وتسرع من عمليه التسويه للحمه لو انا مستعجله. معلقه السكر، ماشي الكلام. ونقلب كده تقليبه حلوه، واخد كده الملح والفلفل هناك، ونبدا ايه لفظ تاني، ونبدا نشتغل على بسم الله رشه الملح والفلفل تعمل بس بالانس، لان انا حاطه اوريدي زبادي والزبادي ايه مملح. وادي تاتش قرفه خفيف جدا برضو. وبعدين والله انا اسفه، طار معلش، طار في الهوا شش. ماشي ماشي ماشي. بصوا كده على الرز المعمر، تمام. تعالوا بقى نقلب كده تقليبه حلوه بالشوكه، بصوا على وشه كده في الفرن براحتكم، وانا هقلب ده مع التوابل اللي احنا حطيناها، ممكن بقى بهارات اللحمه والقرفه جميله جدا مع القشطه البلدي. انا حطيت زبادي للي ما عندوش او مش هيستخدم القشطه، عايز اقول لكم هتدي نفس الاحساس يعني. هخليه بس دقيقتين كده كمان وبعدين اطلعه. وبعدين هجيب البرام او الطاجن اهو، بصوا عندي طبعا الرز هيستوي على طول، بس لازم النار تكون في الفرن هاديه يعني 180، انا سايباه على الشبكه مش لتحت، اقرب للنص. وبعدين اسيبه بعد ما تكون اللحمه اخذت تسويتها زي ما احنا عايزين. ليه؟ لانه في النهايه لما اللحمه بتاخد كميه سوى وبيبقى اللي فاضل سوى الرز ما بياخدش وقت طويل في الفرن.
لكن اللحمه ممكن تبقى هي العطله الوحيده قدامي. طب ينفع اسوي الرز قبل نص سوا؟ ينفع لو ده هيريحك ويضمنك ان انت عاملاه مظبوط، لكن في النهايه هو هيتظبط. وهقول لك هيتظبط تاني ازاي. احنا دلوقتي هنضيف شويه من المرق او الميه. بصوا بقى، تعالوا كده هنا كده، كل الكميه دي هتتضاعف كانك بتعملي رز عادي خالص، الفرق ان انت بتسويه في الفرن. خلاص، وهاخد اللحمه بعد بقى ما استوت واخدت ال 90% بالصوص بتاعها زي ما هي بعد ما شربته المفترض. بصوا هعتبر دي المرق، دي المرقه اللي انا هسقي بيها مع الرز المعمر قبل ما اضيف اللبن اهو. وادي اللحمه خلاص، وبعدين هاجي هنا احط شويه من اللبن. وهدخله الفرن. طبعا القشطه هتتحط على الوش، انا كنت شايله شويه. عايزه بس اشوف، انا كنت سايبه كميه قشطه، خليني احطها هنا على وش الطاجن اهي كده. هتبدا بقى تاخد من الشكل الرائع ده وتدي التيست. طبعا القشطه البلدي احلى بكتير اهي. وهسيبها ونبدا بقى ندخل الطاجن ده. شارب بقى من الطعم اللحمه ومن السمنه اللي شوحناها مع اللحمه، اللي عايز يحط بصل يحط بصل مفروم مفيش مشكله، دي تيست اعلى واحلى. تعالوا بقى نطلع اللي في الفرن وناخد ايه، نحط ده مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع كده. بسم الله، الرز المعمر الحلو هنا، وناخد ده نضيفه بسم الله جوه الفرن. هياخد حوالي ساعة الا ربع ساعة على نار هادية 180، الفرن دافي من قبلها، يتشرب لحد ما احس انه خلاص الرز استوى 100%. خد كده بطرف الشوكة الاقيه تمام. ما ينفعش نسوي اي رز معمر او حتى الرز بلبن لما نعمله، لازم يبقى فيه نسبة مية في الاول او مرق في الحادق علشان يستوي معايا بسرعة ويديني النفشة الحلوة، وما يستخدم يعني ما ياخدش مني وقت طويل في التسوية وكمية لبن كبيرة. الحادق التوابل اللي تريح حضراتكم اعملوها مفيش مشكله. بصوا هنا الرز بقى المعمر طلع هنا، وهنبدا بقى ننظف الايه ده الحادق اهو. هنبدا بقى بعد اذنكم نجهز ليه الطواجن الصغيره دي، نقدمها بشكل لطيف، وهنطلع فاصل صغير وهنرجع نقدم الطواجن الصغنونه اللي عملناها رز معمر الحلو، ونستقبل ضيفنا اللي هيشرفني وينورني النهارده كريم اكرم كيمو، دايما بيجي مع اوفرز لشركه فيتار مجلوب اللي بشكرهم جدا شكرا جزيلا. خصومات الرائعه اللي حضراتكم بتطلبوها مننا سواء